بلاغ إلى معالي النائب العام في المدعوة فدوى مواهب. منتحلة صفة مدرسة أو داعية تتهم كل الآباء والأمهات المصريين بالانحرافات الجنسية ومرض غرام الأطفال الذي قد يعرض الفتاة المراهقات للتحرش أو الاغتصاب من الأم أو الأب داخل الأسرة. يعني أنا دلوقتي لو لابسة شورت في البيت قدام ماما، لابسة بيجاما هات شورت قدام ماما، دي عورة؟ باخد سيئات؟ سيربرايز. ما انا خدت بالي ان انتم مش عارفين القصة دي. وعليها 6 colors of rainbow عشان اصحابكم اللي انتوا هتختاروها دي هي اللي هتخشوا معاها الجنة. My target should be الجنة.